الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون معكم هذا اليوم في احتفال جامعة الملك عبد العزيز بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائها. هذه الجامعة تحمل اسم مؤسس هذه البلاد رحمه الله، وهي التي أسهمت مع بقية الجامعات في بلادنا لدفع عجلة التنمية والنهوض في المجتمع إلى آفاق أوسع وأرحم التطور. أيها الأخوة والأخوات، إن بلادكم الحمد لله قامت على كتاب سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الأساس اهتمت بالعلم والعلماء إيمانا منها، من هذا هو الأساس التطور والرقي والسبيل للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة. هذا الأمر هو محل اهتمامنا وحرصنا شخصيا، ونتطلع أن تستمر جامعاتنا في دعم خطة التنمية عبر التأهيل وتطوير القدرات البشرية عبر الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة ما يتواكب مع رؤية المملكة السعودية 2030 والتي أعلن عنها مؤخرا. أيها الأخوة والأخوات، في الختام أشكر منصب الجامعة كافة على الجهود المبذولة في تحقيق الرسالة المنشودة، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله.